بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة إن شاء الله. بإذن الله في هذا الفيديو سنعرف الأماكن الشاغرة والمتبقية لكلية الهندسة بالنسبة للمرحلة الثانية. كمان بإذن الله الفيديوهات القادمة هنعرف برضو الأماكن الشاغرة بالنسبة لباقي كليات المرحلة الثانية، وخاصة كليات القمة مثل كلية الطب البيطري وحاسبات ومعلومات وتمريض وكلية علوم وباقي الكليات. لكن بداية، لو كنت طالب أو ولي أمر ومهتم بأخبار التعليم أو أخبار التنسيق ويهمك تسرق كل أخبار التنسيق أول بأول، فياريت تنزل تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس عشان يصلك كل الفيديوهات القادمة، وياريت تدعمني بلايك الآن للفيديو، وياريت لو قدرت تشير الفيديو ده شيره بحيث تعم الفائدة. طبعا بعد إعلان وزير التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى أمس، بيبحث جميع الطلاب الآن عن الأماكن الشاغرة والمتبقية بالنسبة لجميع كليات المرحلة الثانية، وخاصة كليات القمة مثل كلية الهندسة وكلية الطب البيطري وكلية التمريض وباقي الكليات. النهاردة بإذن الله هنعرف الأماكن الشاغرة والمتبقية بالنسبة لكلية الهندسة بالنسبة للمرحلة الثانية. أولا كلية الهندسة جامعة المنيا، كلية هندسة جامعة السويس، كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان، كلية هندسة حلوان بالمطرية، كلية هندسة إلكترونيات جامعة المنوفية، كلية هندسة جامعة أسيوط، كلية هندسة جامعة حلوان، وأخيرا كلية هندسة جامعة الفيوم. وبكده يكون عرفنا الأماكن الشاغرة والمتبقية للمرحلة الثانية لطلبة الثانوية العامة. دمتم في أمان الله، وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب، ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.